ويلكم تو ذا ايجيبت. النهارده معانا دكتور ولاء انور. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتوره ولاء انور خليفه، استاذ مساعد غدد صماء وسكر، كليه الطب جامعه اسيوط. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه رايك السنه دي في المؤتمر؟ هو حقيقي المؤتمر من المؤتمرات اللي هي المميزه جدا، اللي احنا بنحرص ان احنا كل سنه نيجي نحضره. مؤتمر ده ايجيبت، ده مؤتمر بيمثل كل جامعات مصر. هدفه الاساسي والرئيسي هو الوقايه والحمايه، وعمل محاضرات جديده ومهمه جدا للحمايه من مرض السكر. المؤتمر كعادته انا مش قادر اقول ان السنه دي، هو كل سنه مؤتمر رائع، مؤتمر جميل تنظيميا علميا، ودايما عشان كده احنا كلنا من كافه الجامعات المصريه بنبقى حريصين جدا ان احنا نحضره سنويا. طب دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك، احنا عرفنا حضرتك عندك سيشنز في المؤتمر، عايزين حضرتك تكلمينا عنها النهارده. ان شاء الله يمكن عندي او تشرفت ان يكون عندي محاضره في المؤتمر الكبير ده. ان شاء الله النهارده هتكلم عن العقاقير الجديده اللي ممكن نستخدمها في مضاعفه شهيره جدا لمرض السكر، وهي حاجه اسمها التهاب الاعصاب، ودي من المضاعفات المزمنه لمرض السكر، وبتمثل نسبه كبيره جدا من المرضى، نعتبر هي الاكثر شيوعا من المضاعفات السكر. طبعا في عقاقير موجوده ولكن للاسف ما حققتش نجاح الكبير اللي احنا كنا منتظرينه، فطبعا بنبدا نتكلم عن العقاقير الجديده اللي هي ممكن تفرق في علاج مثل هذه الحالات، اللي طبعا ان شاء الله هيعود بالنفع على كل مرضى السكر ان شاء الله. يا دكتور ميرسي جدا يا دكتور، ساعدنا جدا بوجود حضرتك معانا. ميرسي.